ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيعقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفي الساعة 2 الظهر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وده لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. النهاردة هينظم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للعام 17 على التوالي. هتستمر الاحتفالية لمدة يومين، وهتتناول هذا العام موضوع رحلة إلى مركز الأرض عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض والطبقات الأرضية وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض زي الديناصورات. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة، هتجمع ما بين نادي الداخلية وإمبي في تمام الساعة 4 عصراً، وفي 7 مساءً هيلتقي كل من المقاولون مع بلدية المحلة وسموحة مع الجونة. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة ريال مدريد الأسباني مع يونيون بيرنين الألماني الساعة 8 إلا ربع، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني في 10 ليلاً.